إلى ذلك شارك الآلاف من أبناء مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة في مسيرة حاشدة تأييدا لقرارات البنك المركزي اليمني الهادفة إلى تحجيم نهج ميليشيا الحوثي المدمر للاقتصاد والنظام النقدي في البلاد. وردد المتظاهرون شعارات تعبر عن دعمهم لقرارات البنك المركزي الرامية إلى إيقاف نهب الحوثيين للموارد المالية وإعادة الاستقرار للاقتصاد الوطني. نطالب القيادة ونطالب البنك المركزي في الاستمرار والإصرار على هذا القرار، ونطالب الأمم المتحدة بعدم الضغط على الشرعية بالتراجع عن هذا القرار. نحن نرى هناك تناقض عندما قررت الميليشيات الحوثية عدم التعامل مع العملة الصغيرة عندنا في الأماكن الشرعية. لم نسمع لمبعوث الأمم المتحدة أي صوت، وعندما قامت الشرعية باتخاذ إجراءات تعزيز الاقتصاد الوطني ولا نلقى إلا التباكي منهم والتراسل والضغط على الشرعية، فلا ندري ما هذا التناقض الذي تعيش الأمم المتحدة. تأتي هذه الجماهير المحتشدة تأييدا لقرارات البنك المركزي وحفاظا على الاقتصاد الوطني. ثانيا نطالب والعيد باستقرار العملة وتوحيدها، تأييدا للقرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني للحفاظ على العملة الوطنية من التدهور نتيجة ما يقوم به ميليشيات الحوثية من تعسفات من أجل تدهور الاقتصاد اليمني. ونحن اليوم أجينا هنا لتلبية لدعم هذا القرار، ونحمل مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الكاملة للحفاظ على أو الاستقرار المالي والعملة النقدية في بلادنا. تأييد قرارات البنك المركزي اليمني، وذلك لتوحيد العملة ورفع المعاناة وفارق التحويلات وما فرق ما بين قعيطي وقديم وكبير وصغير. نحن نطالب بتوحيد العملة وتأييد قرارات البنك المركزي، وخرجنا لأجل ذلك. إلى ذلك أكد البيان الختامي للمشاركين في المسيرة الحاشدة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تأييدهم لقرارات البنك المركزي الوطنية ورفضهم للضغوط الخارجية، معتبرين التراجع عنها جريمة بحق الوطن وتفريطا بتضحية الأبطال في مختلف جبهات استعادة الدولة. ودعا البيان مجلس القيادة إلى رفض الضغوط والتدخلات الخارجية في القرارات الوطنية، محذرا من نتائجها الكارثية على الشعب ومعركة استعادة الجمهورية. البيان طالب المبعوث الأممي بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تسخير إيرادات موانئ الحديدة لتمويل عملياتها الإرهابية وفتح طريق حيص الجراحي والإفراج عن المختطفين، مؤكدا أن تداعيات اتفاق ستوكهولم كانت كارثية بينما أنقذت ميليشيا الحوثي من هزيمة نكراء ومنحتها موانئ الحديدة وإيراداتها لتحولها إلى وكر للحرس الثوري الإيراني. نعلن تأييدنا ومباركتنا للقرارات الوطنية الصادرة عن قيادة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ونرفض رفضا مطلقا كل أساليب الضغط، ونعتبر التراجع عن تلك القرارات جريمة بحق الوطن وتفريطا بتضحيات أبطال شعبنا المرابطون في مختلف جبهات استعادة الجمهورية. ونهيب بمجلس القيادة الرئاسي رفض الضغوطات والتدخلات في القرارات الوطنية لتجنب نتائجها الكارثية على الشعب ومعركة استعادة الجمهورية والقيادة الشرعية. ولنا في تداعيات اتفاق ستوكهولم عبرة، حيث ندفع نحن أبناء الساحل الغربي خاصة وكافة أبناء الشعب اليمني دما ودموعا وأوجاعا إلى اليوم. بينما أنقذ الضغوطات الخارجية ميليشيات الحوثي من هزيمة نكراء ومنحتها موانئ الحديدة وإيراداتها لتحولها إلى وفر للحرس الثوري الإيراني. ولا يفوتنا في هذا الحشد الجماهيري أن نطالب المبعوث الأممي الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية بوقف تسخير إيرادات موانئ الحديدة لتمويل عملياتها الإرهابية في البر والبحر وتهديد أمن واستقرار دول المنطقة وتهديد الملاحة الدولية. كما نطالب بفتح طريق حيص الجراحي وإطلاق المختطفين عملا باتفاق ستوكهولم